الشاومي ريدمي نوت 11، اول موبايل من شاومي في 2022، وربنا يستر. يا جدعان عاملين ايه؟ الموبايلات سعرها زاد في مصر، ومن ساعه ما تم الاعلان عن سعر الموبايل ده وهو مش عاجب اي حد. فعايزين ندردش بقى في الفيديو ده بعد استخدام الموبايل ده كموبايل الرئيسي الفتره، هل يستحق السعر ده؟ وهل ده اللي هيكون بدايه نهايه كلمه القيمه مقابل السعر لشاومي؟ خلونا نشوف. بس في بدايه الفيديو ما تنساش تعمل لايك على الفيديو ده، انزل اعمل لايك دلوقتي حالا، لايك ببلاش، وتشترك في القناه بتاعتي من تحت لو انت مش مشترك عشان يوصلك كل جديد اول باول. انا عمر من قناه اوبيتك، ويلا نشوف ايه حكايته ده. طيب مبدئيا كده، فالموبايل جاي بتصميم جديد نوعا ما، بابعاد ممتازه 179 جرام مع سمك 8.1 ملم، باطار بلاستيك ولكن مسطح بحواف مسطحه برضه، واللي بالمناسبه مسكته مريحه جدا مش زي ما ناس كتير كانت بتقول. لون الموبايل اسود مطفي كده، وده اللي عاجبني لانه هيبصم بشكل اقل وهيلم تراب برضه بشكل اقل. بروز الكاميرات هنا نحيف جدا جدا، واللي بالمناسبه حوار بروز الكاميرات ده كان مضايقني جدا في سلسله النوت 10 اللي فاتت. ومن قدام عندك شاشه واخده ديزاين الدوت ديسبلاي، واللي عايز اقول لك انها احلى حاجه في الموبايل حرفيا. الشاشه في الموبايل ده خياليه بدون مبالغه، بقينا نشوف اقل موبايل في سلسله النوت جاي لنا بشاشه اموليد بتشبع الوان رايق قوي قوي قوي، مع ريفريش ريت او معدل تحديث 90 هرتز، واللي بيدينا بقى سلاسه في التنقل والتصفح واي حاجه وانت بتسكرول واي حاجه في الموبايل. ومع برضه احلى حاجه من وجهه نظري وهي سطوع الموبايل في الشمس، شاشه باقصى سطوع بيوصل لحد 1000 نتس او 1000 شمعه، انت هنا بتتكلم انك هتشوف في الشمس ولا اكنك في البيت بالظبط. وبجانب ده كله عندنا طبقه حمايه كورنينج جوريلا جلاس من الجيل الثالث. ومش معنى خلي بالكم ان بدات بمميزات الموبايل ان الموبايل ده ملوش عيوب، ولكن خلينا كده ماشيين ايه واحده واحده. الموبايل ده جواه بروسيسور او معالج من شركه كوالكوم، هو السناب دراجون 680، واللي اداؤه الصراحه عاجبني جدا جدا، خصوصا في توفير البطاريه لانه جايب معماريه 6 نانومتر. فالمعالج ده بقى هيكون في المهام اليوميه والتصفح ومش عارف ايه وكل الكلام ده، هيكون ممتاز على الفئه دي. ولكن بقى في الالعاب انظامه مبدئيا كده، في فيديو العاب طحنت فيه الموبايل تقدر تشوفه من الاي اللي هتظهر لك فوق دي، فيديو العاب بس. ولكن لو عايزني اختصر لك اداء الموبايل ده في الالعاب على السريع كده في الفيديو ده، فاللي هقوله لك انه مش موجه اصلا للجيمرز. هتقدر تلعب عليه مش هيقول لا، ولكنه لا يقارن بموبايل زي الريدمي نوت 10 اس في جزئيه الالعاب. فاهمين الفكره؟ ده معالج موجه للاستخدام العادي والاستخدام السوشيال كده، ولكن في نفس الوقت هيخليك تلعب عادي. ومينفعش نتكلم عن المعالج والاداء من غير ما نتكلم على المي يو اي 13، ودي الواجهه اللي هتتعامل مع الموبايل عن طريقها. صحيح في تحسن ملحوظ عن الميو اي 12، الشركه خففت الانيميشنز في الموبايل ده تماما، لان ببساطه الواجهه تقيله على الموبايلات شاومي اللي في الفئه المتوسطه. ولكن عشان ما اظلمش الواجهه برضو، الموبايل كان سلس جدا معايا الحقيقه، باستثناء بقى مرتين الموبايل راستر مني كده فجاه بسبب تهنيجه حصلت من اللا شيء. اكون مثلا ممكن في مره كنت فاتح الكاميرا عادي جدا وبطلع منها، ومره تانية كنت بس ايه الموبايل كنت سايبه فتره، فجيت بقى استخدمه عارف انت انزل بقى الشريط اللي فوق وافتح الواي فاي، فتحت الواي فاي فجاه الموبايل هنج جامد جامد مش عايز يطفي حتى، لحد ما راستر لوحده. حركه مش لطيفه الصراحه، وكمان يعني هي ما اثرتش خلتني اكره الموبايل واقفل منه، ولكن حركه مش لذيذه خالص الموبايل يهنج منك مرتين بالشكل ده في اسبوع واحد، فالموضوع يعني كان خنيق شويه. بس الموبايل ده بيدعم برضه مستشعرات زي جيروسكوب وبصمه جانبيه سريعه جدا جدا وكويسه قوي الحقيقه، تقريبا ما غلطتش معايا ولا مره. مستشعر المكالمات هنا سوفت وير مش هارد وير، فتوقع عادي اي تهيس يحصل وانت بترفع الموبايل وانت بتنزله والكلام ده لو انت في مكالمه طبعا. مش عارف الحقيقه لحد امتى يفضلوا يستخدموا السوفت وير ده، ومش هيبدلوه لنا بقى بهارد وير محترم يخلينا مجرد نرفع الموبايل كده الشاشه تطفي على طول، مش لازم كله يبقى سوفت وير والجو اللي احنا فيه ده. مستشعر الاضاءه هنا في الموبايل ده كان بيضايقني برضو، احيانا مثلا ابقى في البيت الاقيه يغطي لي الاضاءه يعني اقل من الكويس او المناسب ليا، فاضطر انا اعليه مانوال كده بايدي، ولكن دي ما كانتش بتحصل كتير الصراحه. ونظام الشبكات بقى في الموبايل ده، والموضوع الغريب ان مفيش ناس تقريبا اتكلمت عليه، الموبايل ده شبكته مش ممتازه ولا احسن حاجه، شبكته ممكن اقول لك من جيده لجيده جدا، مش ممتازه. في الاماكن العاديه واللي الشبكه فيها قويه في كل الموبايلات هي بتكون قويه وزي الفل، ولكن لما الشبكه بتبتدي تضعف ساعات هنا احيانا كان بيطفي يعمل لي اكس على الشبكه خالص، حتى لو ما كان معايا موبايل تاني كان في الشبكه عادي في شرط حتى ضعيفه، لكن هنا كان مقاري ان مفيش شبكه اصلا. فالشبكه هنا مش مثاليه ومش ممتازه في الموبايل ده، ولكن في نفس الوقت الاماكن اللي كان الشبكه فيها متوسطه او كويسه كان الشبكه هنا برده كويسه، عشان كده الشبكه هنا بقول لك جيده جدا. عندك صوت في الموبايل ده ستيريو، الصوت بيطلع من تحت ومن فوق، فهتاخد تجربه صوتيه بالنسبه للفئه دي محترمه، مع الشاشه الاموليد فهتاخد تجربه مشاهده محتوى ممتازه. ولو حبينا بقى ندردش شويه برضه على جزء الكاميرات في الموبايل ده، فالكاميرا في الموبايل ده 50 ميجا بكسل من شركه اومني فيجن. الصور اللي طالعه منها تعتبر نسخه من الصور اللي كانت متاخده بالريدمي نوت 10 بتاع السنه اللي فاتت،
الصبح بتطلع لك صور مرضية جدا من حيث التفاصيل الألوان والتشبع والحاجات دي كلها، ولكن الـ HDR كان بيلسع منك سنة، ولكن ده طبيعي على فكرة على الموبايل في الفئة دي، لأنك لو عايز موبايل للتصوير فتروح بقى للريدمي نوت 11S مثلا أو الريدمي نوت 10 برو، دول هيكونوا موبايلات أفضل في ناحية التصوير من الموبايل ده. ولكن زي ما انتم شايفين ماشي الحال، الصور هنا بالنسبة لسعر الموبايل جيدة جدا. السيلفي برضو متواضعة حبتين في الإضاءة الضعيفة، ولكن في الإضاءة القوية هتشوف منها صور سيلفي مقبولة جدا جدا. واخيرا بقى والجزء اللي لسه ما اتكلمناش عنه لحد دلوقتي هو البطاريات والشحن في الموبايل هنا، واللي الصراحه من الحاجات الممتازه في الموبايل ده واللي مش كلام على ورقه بس، لان عندك هنا بطاريه 5000 ملي امبير اور فعليا بتصمد وقت طويل جدا جدا، ووصلت معايا ل 10 ساعات سكرين اون تايم، سواء بقى مشغل 90 هرتز او 60 هرتز فالبطاريه هتكمل معاك اليوم مرتاح قوي. بشاحن بقى بقدره 33 واط، واللي بيشحنك الموبايل من 0 ل 100% في حوالي ساعه لساعة وعشر دقايق. فبصراحة البطارية والشحن هنا من الحاجات اللي انا مبسوط منها جدا في الموبايل ده بجانب الشاشة. كده تقريبا انا قلت لكم كل تجربتي للموبايل ده. تعالوا بقى نخش على رأيي النهائي وتقييمي للشاومي ريدمي نوت 11، تشتريه ولا لا، يستحق ولا لا، والكلام ده وملخص لكل الفيديو. طيب في النهاية بقى تشتري الموبايل ده ولا لا؟ بصراحة وبشكل مجمل كده فالموبايل ده كويس، وكلامي هنا عن النسختين بتوع الموبايل ده اللي هي الاربعة والاربعة وستين والنسخة الاربعة ومية تمانية وعشرين. اما النسخة من 4000 جنيه اللي هي 6128 دي الصراحة لا انصح بيها اطلاقا، ولكن لو عايز موبايل او جايب موبايل للالعاب روح على طول للريدمي نوت 10 اس هيكون افضل بكتير، وكتير هنا بمعنى كتير. نفس الكلام برضو لو عايز موبايل عشان الكاميرا بتاعته هقول لك روح للريدمي نوت 10 اس، ده طبعا تحت ال 4000 جنيه. اما لو هتطلع فوق ال 4000 جنيه هقول لك روح للريدمي نوت 11 اس او الشاومي ريدمي نوت 10 برو. طب الموبايل ده لمين؟ لو انت بتدور على موبايل يديك اداء سوشيال بشكل محترم، بطاريه تقعد معاك فتره طويله وشحن سريع، بالاضافه لشاشه خرافيه بمعنى خرافيه مع تجربه صوتيه ممتازه، فالموبايل ده هيكون خيار ممتاز بالنسبه لك، خصوصا النسخه الاربعة 64 واللي سعرها 3400 جنيه او 3300 جنيه، وده رقم الصراحه كويس جدا. فلحد 3000 جنيه تقريبا مفيش منافسين كتير للموبايل ده، ولكن هنطلع فوق ال 3700 و 3800 ونخش مع ريدمي نوت 10 اس، لريدمي نوت 10 اس هيكسب. وبس كده، ده كان كل اللي عندي بالنسبه للشاومي ريدمي نوت 11. سيب لي رايك انت في التعليقات وقول لي رايك في الموبايل ده كده بشكل عام. ما تنساش بقى في نهايه الفيديو لو انت كملته للنهايه طبعا شكرا ليك، تعمل لايك على الفيديو ده وتشترك في القناه بتاعتنا تحت لو انت مش مشترك عشان تشوف كل جديد اول باول. انا عمر من قناه اوبيتك، اشوفك في فيديو جديد. سلام.